للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي. أستاذ شامان المجالي، حياك الله في قناة المملكة. أستاذي، لو حياكم. حياك الله، نفسر معك هذا القرار إعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتماد كشف التعيينات المستند إلى جدول التشكيلات المعتمد من مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم. أسعد الله مساءكم ومساء الإخوة المشاهدين. حقيقة ما صدر عن المؤسسة في هذا اليوم هو بمثابة رسالة طمأنينة للإخوة العاملين في مدارس القطاع الخاص. الكثير من الشكاوى والعديد من الشكاوى التي وردت للمؤسسة من بعض العاملين في هذه المدارس على بعضها، ونحن هنا لا نعمم، والتي جاء بها أن المدرسة لا تقوم بشمولهم في الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا بد من إيجاد حلول وطرق حتى نضمن سلامة وصحة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي. من هذا الباب، أي مدرسة من المدارس ترغب في الترخيص تقوم بتقديم جدول تشكيلات لمديرية التعليم الخاص أو مديريات التربية في المحافظات، ويتم اعتماده بعد مصادقته من الضمان الاجتماعي مرفقا به كشف التعيينات، بحيث يتم التأكد من أن كافة العاملين في هذه المدرسة سواء من معلمين وإداريين مشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي. علاوة على ذلك، فإن بعض المدارس، وأيضا أكرر نحن لا نعمم، بعض المدارس تقوم وبعد تعيين هؤلاء المدرسين وإشراكهم في الضمان الاجتماعي تقوم بإيقاف الاشتراك بعد فترة قصيرة، وبالتالي سيتم التنسيق مع مديرية التعليم الخاص ومديريات التربية في المحافظات، بحيث يجب موافقة مديرية التعليم الخاص ومصادقة الضمان الاجتماعي على إيقاف أي مؤمن عليه في الضمان الاجتماعي. الأمر الآخر المهم أنه حتى بعد هذه الإجراءات لن تكون المدارس مثل كافة المنشآت بمنأى عن الجولات التفتيشية التي تجريها المؤسسة بشكل دوري للتأكد من أن حقوق هؤلاء العاملين مكفولة وأن جميعهم مشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي. نعم أستاذ شمان المجالي، هناك عديد من المؤسسات غير المدارس الخاصة نوعا ما، وإن صح التعبير، تقوم بالالتفاف على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. نتحدث عن الجولات التفتيشية والرقابية الآن في خضم هذا القرار لمساندة من ينتسبون إلى المدارس الخاصة، وهناك منشآت كثيرة سيدي شمان المجالي. كيف يمكن تكثيف هذه الجولات التفتيشية؟ كيف يمكن أخذ إجراءات أكثر احترازية لمنع الالتفاف على المؤسسة ومؤسسة كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؟ نعم، أشكرك على هذا السؤال. حقيقة المؤسسة اتخذت إجراءات باتجاهين. الاتجاه الأول اتجاه تحفيزي لكافة المنشآت، وكانت المؤسسة مستغلة بذلك أوامر الدفاع، حيث صدر أمر الدفاع رقم 14 وما طرأ عليه من تعديلات، والذي نص على أنه أي منشأة تبادر للشمول في مظلة الضمان الاجتماعي سيتم شمولها بأثر فوري ودون الرجوع إلى الخلف وتحميلها أعباء مالية. فهذا تحفيز للمنشآت للإقبال على المبادرة بشمول كافة العاملين لديها أو أي جزء منهم لم تشمله في مظلة الضمان. الاتجاه الآخر أن المؤسسة أطلقت في نهاية شهر 5 الماضي حملات تفتيشية واسعة على كافة المنشآت في المملكة، جند لها ما يزيد على 100 مفتش من خيرة مفتشي المؤسسة ممن لديهم خبرة، وهؤلاء حقيقة ستظهر نتائج عملهم في القريب العاجل وسيتم نشرها عبر وسائل الإعلام. ستشاهدون العديد والكثير من العمال الذين لم يكونوا مشمولين في الضمان الاجتماعي، ونتيجة الإجراءات التحفيزية وحملات التفتيش على هذه المنشآت سنلاحظ أعداد كبيرة ستنضم للضمان الاجتماعي وعدد كبير من العاملين غير المشمولين أيضا.
نعم أستاذ شمان، أيضا نتحدث عن جائحة كورونا وما خلفته اقتصاديا، سواء على المؤسسات، على الأفراد، على جميع المنشآت. كمنتسب كان يدفع نسبة ما، أو حتى منشأة كانت تدفع نسبة ما، بسبب أو بآخر للجائحة تأثرت هذه المنشأة أو تأثر هذا الفرد، والنسبة التي يدفعها سواء كانت عالية والآن لا يستطيع دفع هذه النسبة أو حتى يستطيع دفع القليل. كيف يمكن الإجراءات من قبل المؤسسة للتعاطي عن تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية؟ نعم، المؤسسة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره عمق استراتيجي لها. كما تعلمين، إذا لم يكن هنالك منشآت وعاملين فيها لن يكن هنالك اشتراكات للضمان الاجتماعي، وبالتالي المؤسسة بادرت ومنذ بداية جائحة كورونا. نحن أغلقت البلد كما تذكرين في 18 من شهر آذار من عام 2020، بعدها في يوم صدر أول أمر دفاع عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب سمح للمنشآت بتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة لمدة 3 أشهر من شهر 3 وحتى نهاية شهر 5، وهذا الأمر أدى إلى تخفيض الاشتراكات المستحقة على المنشآت والعاملين بها من 21.75% إلى 5.25%، مما أدى إلى توفير سيولة في يد منشآت القطاع الخاص. أيضا سمحنا لهذه المنشآت تأجيل الاشتراكات المستحقة عن 3 أشهر من 3 وحتى نهاية 5 إلى نصف عام 2023، وأيضا هذا ساعد هذه المنشآت بتوفير السيولة. وكان هذا القرار أن تدفع المنشآت الاشتراكات بدون أي فوائد. أيضا سمحنا لهذه المنشآت بالاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي واحد، والذي بموجبه يجوز لها شمول العاملين بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي. هذا الأمر أيضا أدى إلى تخفيض الاشتراكات من 21.75% إلى 13.5%. في مطلع أو في نهاية عام 2020 أطلقت المؤسسة برنامج استدامة، وهذا البرنامج تساهم فيه المؤسسة بالتشارك مع الحكومة بتحمل 75% من أجور العاملين في المنشآت الأكثر تضررا و 50% من أجور العاملين في المنشآت الغير مصرح لها في العمل. ورافق هذا الأمر السماح لهذه المنشآت أيضا بتعليق تأمين الشيخوخة حتى نهاية شهر 5. بعد ذلك تم تمديد البرنامج للمنشآت التي استفادت منه حتى نهاية هذا العام، طالما أن الأسباب الموجبة للاستفادة من هذا البرنامج ما زالت قائمة. وأكثر من ذلك لدينا القطاع السياحي، وهو من المنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا. تم رفع مساهمة البرنامج في أجور العاملين، وسمح لهذه المنشآت بتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة حتى نهاية شهر كانون الأول من هذا العام. نعم، إذا الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شمان المجالي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.